بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نستكمل مع بعض دراستنا في إنجيل القديس لوقا في الصلاة الربانية. إحنا في الإصحاح 11 من إنجيل القديس لوقا، وكنا بنتكلم على إنه ليأتي ملكوتك. ده اشتياق أعضاء الملكوت، أولاد الله اللي دخلوا في عضوية ملكوته بالمعمودية، اتغرسوا في جسد المسيح وبقوا أعضاء في الجسد، أعضاء في الملكوت، بقوا أبناء للآب بالتبني وورثة. فبنشتاق لملكوت الله، بنشتاق لأنه يملك على حياتنا، بنشتاق إن إحنا نتمجد معاه، بنشتاق لمجيئه التاني المملوء مجد علشان يظهر فينا مجده ونملك معاه. بيقول لنا تعالوا إلي يا مبارك يا أبي، رث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. الملكوت يعني الله يملك، وزي ما احنا عارفين انه خطة ربنا ان احنا نملك معاه، لكن اتعطلت الخطة لما سقط الإنسان، ودي حاجة خطيرة ان الخطة اتعطلت والإنسان صار عبد. العبد ما يملكش، العبد لا يثبت في البيت إلى الأبد، لكن الابن هو اللي يثبت وهو اللي يرث. عشان كده ربنا بتجسده وفدائه خدنا فيه مرة أخرى وحولنا إلى أبناء بالتبني، وحولنا إلى مرتبة الملوك، وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبي، يعني بقينا أبناء الملك وهو ملك الملوك. الملكوت بتاع ربنا الروحي هو مملكة ليست من هذا العالم. الملكوت ده ظهر وبدأ على الصليب، وملوش طريق آخر غير الصليب، لدرجة أن القديس بولس الرسول بيقول في تيموساوس الثانية الإصحاح الثاني، بيقول إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه، وإن كنا نصبر فسنملك أيضا معه. إن كنا نصبر على الطريق الضيق، على آلام الصليب، إن كنا نصبر فسنملك أيضا معه. فزي ما بيقول المزمور، الرب قد ملك على خشبة، فدي في أول مزمور في الساعة 9، وإحنا دخلنا في العضوية دي بتاعة الملكوت بالموت والقيامة مع المسيح في المعمودية، وسكن فينا الروح القدس بسر الميرون، فبقينا هيكل الله، فملك الله على قلوبنا. أو زي ما بيسبحوا السمائيين إنه قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه. ده اشتياقنا إن احنا نملك معاه، فسيملك إلى أبد الآبدين. هو ده اشتياق ولاد ربنا. ولما روح القدس سكن فينا تحققت فينا الآية اللي قالها السيد المسيح، هوذا ملكوت الله إيه؟ داخلكم. هوذا ملكوت الله داخلكم. إزاي ندوق الملكوت ده؟ إزاي ندوقه؟ إلا بالصلاة. لما نصلي ونقول ليأتي ملكوتك، بندوق التسبيح، بندوق الصلاة، بندوق كلمة ربنا، فبندوق الملكوت. ومهم جدا ان احنا نتذوق الملكوت واحنا هنا على الارض، لان احنا بدأنا مع المسيح وموتنا معاه وقمنا معاه في المعمودية، فدخلنا في عضوية ملكوته. فمهم قوي ان احنا نتذوق الملكوت وننمو فيه واحنا على الارض، وهنستكمله بصورة اعظم واكثر مجدا في السماء. برضو عايز أوضح في فرق بين ملكوت الله في المفهوم اليهودي والمفهوم المسيحي. المفهوم اليهودي ما كانش صح، كانوا فاكرين إن الملكوت هو ملكوت أرضي، وما كانش قصد ربنا في العهد القديم كده، هو كان بيجهز شعب وعشان يجي منه المخلص لكل العالم. برضو ملكوت الله مش مجرد مكان هنروح ليه، لكن ملكوت الله حالة نستمتع بيها ونفرح بيها، نختبر قوتها، نختبر نقاوتها، نختبر مجدها في حياتنا حالة، وننمو في هذا الوضع، في وضع الملكوت
ننمو فيه كل يوم، ننمو في المعرفة، ننمو في النور من وإحنا هنا على الأرض إلى ما لا نهاية، لأنه طبعا الله مجده لا نهائي، فإحنا كل يوم بننمو في المعرفة وفي الخبرة وفي الفرح وفي النعمة وفي المجد. اللي يقول ليأتي ملكوتك المفروض يكون مستعد، بيطلب حاجة بس لازم يكون مستعد إن هو يتمتع بهذا الملكوت، إن الله يسكن فيه، مش يكون عايش بإهمال، يعني زي ما يكون إيه واحد مستني عيد كبير هيحصل، تلاقيه فارش ومجهز ومنور ومجهز عشان فيه احتفال، الملكوت ده احتفال كبير، لازم يكون الواحد مركز عليه ومستعد. وهنلاحظ إنه السيد المسيح يعني في أمثال كثيرة من اللي السيد المسيح قالها، وهم كتير أكتر من 41 مثل، يمكن أكتر من نصهم عن الملكوت، يشبه ملكوت السماوات حبة خردل، يشبه ملكوت السماوات كنز، يشبه ملكوت السماوات شبكة، يشبه ملكوت السماوات حتى مثل الزارع يقول الكلمة هي كلمة الملكوت، البذرة دي كلمة الملكوت، البذرة اللي بيزرعها الزارع. فكل الأمثال دي، مثل الزارع، الزوان، البذار، مثل الخميرة، مثل حبة الخردل، مثل الشبكة أو الكنز أو اللؤلؤة، حتى مثل العذارة الحكيمات، يقول يشبه ملكوت السماوات 10 عذارة، 5 كانوا حكيمات و5 جاهلات وخرجوا لاستقبال العريس، بيشبه الملكوت هنا بعرس إلى آخر. ربنا يريد أن يملك. طيب إحنا بقى، ده من ناحيته، طب إحنا من ناحيتنا إيه؟ هل هو ده اشتياقنا؟ هل هو ده طلبنا؟ هل إحنا نسمح له إن يملك علينا بالحقيقة ويملك علينا بالكامل؟ ولا نديله بس يعني مساحة رمزية كده يملك عليها، نديله مكان في وسط حاجات كتيرة في حياتنا، نديله برضو مكان صغير ولا كبير حتى، ولا يملك بالكامل على كل مساحة حياتنا؟ هل قلبنا كله ليه ولا مشدود في حاجات تانية؟ هنلاقي في حياة القديسين ملكوت الله واضح جداً، ولذلك حياتهم بتنور كل يوم، وملكوت الله بينمو جواهم كل يوم، لحد لما يجي اليوم اللي يتقال عنهم يتحقق فيهم قول السيد المسيح حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم. فين النور ده؟ النور ده كان بيتخزن جواهم كل يوم من عشرتهم مع ربنا ونموهم في محبة ربنا وفي معرفته، فيتحول إلى مجد أبدي في السماء. هو ده الملكوت اللي كان جواهم واتكشف وظهر في السماء. أحد الآباء بيقول يملك السيد المسيح يوما فيوما في القديسين، ويتحقق ذلك بطرد سلطان الشيطان من قلوبنا وإبادة وسخ الخطية، ويبدأ يملك الله علينا خلال حلاوة عبيق الفضائل، فينهزم الزنا وتملك الطهارة في قلوبنا، يملك الهدوء بتقهقر الغضب، يعني الغضب يرجع لورا كده، ويملك في قلوبنا هدوء وسلام، التواضع يملك بسحق الكبرياء تحت الأقدام. برضو في نقطة ألهانا السيد المسيح إن ملكوت الله مش حاجة بعيدة ننتظرها، يقول لك إيه، لا يأتي ملكوت الله بمراقبة، لكن ولا يقولون هو ذا هنا أو هو ذا هناك، إنما ملكوت الله داخلكم، ودي هنشوفها في الإصحاح 17 من إنجيل لوقا. ويقولها عنها القديس بولس الرسول، واخدها من سفر التثنية وبيكررها في روميا 10، يقول الكلمة قريبة جدا من فمك وفي قلبك،
في فمك وفي قلبك. دي متاخدة من تثنية 30 14. عشان كده من الواضح ان اللي بيصلي وبيقول يأتي ملكوتك ده بيصلي ان ربنا يظهر فيه، يتمجد فيه بشكل شخصي، وبيصلي انه الملكوت يجيب ثمر في حياته. ليأتي ملكوتك في حياتي، يعني ليثمر روحك في داخلي. فإحنا كأننا بندعو الله لكي يسكن فينا ويتمجد فينا ويقود حياتنا بوصاياه اللي بتنور لنا الطريق. من الحاجات اللطيفة اللي قيلت عن الست العذراء إن هي مدينة الملك العظيم، يعني أصبحت مدينة لله لأن سكن فيها. فكل واحد فينا مدعو كده إن هو يكون مدينة الملك العظيم وهو يملك، فتسكن فينا النعمة الإلهية، أو زي ما بيقول القديس بولس الرسول في كولوسي 3، لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. هو ده الملكوت، تسكن فيكم كلمة المسيح بغنى، ده ملكوت. قديس كبريانوس زي ما قلت هو له عظة طويلة أو زي كتيب عن الصلاة الربانية، أنا هقول بعض مقتطفات كده في كل كلمة من الصلوات الربانية، من الصلاة الربانية هقول تعليق ليه. قديس كبريانوس ده كان في قرطاجنة في القرن الثالث، بيقول إيه: لا يليق بنا ونحن نطلب ملكوت الله أن يأتي سريعا، إننا أنفسنا نهتم أن يطول بقاؤنا في هذا العالم. يعني واحد عايز يأبد هنا في الأرض وله اشتياقات وطموحات وأحلام وكل أموره واشتياقاته أرضية، ازاي بقى بيقول له ليأتي ملكوتك إذا كان هو بيطلب ملكوت الأرض؟ ما ينفعش. إذا كنا بنقول له كل يوم في الصلاة ليأتي ملكوتك، فالمفروض إن احنا نطلب ملكوت الله وبره، مش نطلب ملك أرضي أو نهتم بإن احنا نطول هنا على الأرض. برضو القديس كبريانوس يقول إيه؟ يقول: توجد حاجة للصلاة الدائمة والطلبة كي لا نسقط عن الملكوت، يعني عشان نحافظ على مكاننا اللي احنا مدعوين ليه والمكان اللي معد لينا منذ إنشاء العالم أو من قبل إنشاء العالم، مكان معد لينا، ملكوت معد لينا. محتاجين نصلي كتير ونطلب كتير ونقول ليأتي ملكوتك عشان ما نفقدش المكان ده، لأنه بحسب كلام السيد المسيح قال: كثيرين إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات، وأما بنو الملكوت فيطرحون خارجا، فيطرحون إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. طبعا هنا الكلام أكتر لليهود وللكل يعني، بس هو كان أكتر لليهود لأن هم كانوا أبناء الملكوت، وإبراهيم وإسحاق ويعقوب دول أبائهم، فاليهود كانوا أبناء الملكوت وكانوا هم أبناء الله في العهد القديم، لكن وقفوا ولم يقبلوا المسيح فتوقف عنهم الملكوت وتاهوا. عشان كده احنا كمسيحيين يهمنا قوي نطلب الملكوت كل يوم في صلواتنا. في آية جميلة هنشوفها في الإصحاح اللي جاي، في الإصحاح 12، اللي هي: لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. يعني ربنا بيدينا الملكوت مش كده حاجة إيه زي حاجة فضل عنده بيديها لنا، أو بيديها لنا وهو يعني شايف إن إحنا ما ننفعش وما نستاهلش، بس أهو يعني هيرمي لنا حاجة كده. لا لا لا، ده فرحان إنه بيدينا إن إحنا نتمجد معاه، فرحان إنه بيدينا من مجده من غناه. الأب يفرح إن ولاده يتمتعوا بغناه، يتمتعوا بخبرته، يتمتعوا بحبه، يتمتعوا بالنعم اللي هو فيها. فهو عايزنا كده. الآب سر أن يعطينا الملكوت، أو زي ما بيقولها
بتشجيع كبير قوي القديس بطرس الرسول في رسالته الثانية الإصحاح الأول، يقول لأنه يقدم لكم بسعة، بسعة باتساع كبير، يعني دخول إلى ملكوت ربنا يسوع المسيح الأبدي متاح لينا ومقدم باتساع كبير، دخول إلى ملكوت ربنا يسوع المسيح الأبدي. دخولنا في الملكوت من دلوقتي بيبقى عن طريق الإيمان بالخلاص المقدم لينا من المسيح، وده يدينا عربون الملكوت أو عربون لحياة الملكوت الأبدي الممجد اللي احنا عشان كده بنجاهد عشان نثبت فيه. عشان كده القديس بطرس برضو في رسالته الثانية الإصحاح الأول يقول إيه؟ اجتهدوا أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. يعني الدعوة لربنا دعيكم ليها، والاختيار اللي احنا ملناش فضل فيه، الاختيار بتاع ربنا لينا اثبتوا فيه، اثبتوا في الدعوة دي وفي الاختيار ده. إذا كان هو اختاركم انتوا كمان اختاروا، إذا كان هو دعاكم انتوا أيضا اتبعوا. مينفعش يبقى هو مختارنا ودعينا واحنا نختار حاجة تانية ونمشي في سكك تانية. اجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين، وبعدين يقول ايه؟ يقول انه اذا عملتوا هذا لن تزلوا ابدا، هتثبتوا في الملكوت وتستحقوا ان كنتوا بقى ايه؟ نسمع الصوت الممتلئ فرحا، تعالوا الي مبارك ابي، رثوا الملك المعد لكم من قبل كون العالم. النقطة اللي احنا كلنا محتاجين دايما نحطها قدامنا ان التمتع بالملكوت بينمو فينا بقدر ما نعطي الروح القدس فرصة لقيادة حياتنا. الروح القدس جوانا، بس كنا بنديله الفرصة بالصلاة، بالتأمل في كلمة ربنا، بإن احنا نسمع لصوته. الروح القدس اللي جوانا ده هيمتعنا بالملكوت، وبننمو في الملكوت بقدر ما نعطي الفرصة للروح القدس إنه يعمل وينشط في حياتنا. زي ما بيقول لنا القديس بولس الرسول، أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. دي حاجة كبيرة قوي، كبيرة قوي قوي. وقال تاني في رومية 8، الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أبناء الله، هم دول أعضاء الملكوت، بينقادوا بروح الله. عشان كده الكنيسة معلمانا صلوة جميلة موجودة من أيام الكنيسة الأولى. الصلوة دي بتقول، بتخاطب الروح القدس اللي جوانا، أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. يعني روح الله اللي مالي الخالق العظيم الملك يسكن في كل واحد فينا بشكل شخصي. دي طلبة شخصية، إنه يتجدد فينا، إنه يملانا ويخلصنا ويقدسنا ويطهرنا من كل دنس. هو الله الصالح يحل فينا ويغنينا. إحنا أبناء الملكوت، عشان كده نطلب ونقوله ليأتي ملكوتك. إحنا أبناء الملكوت، وقالها في حتة تانية أبناء القيامة ربنا يسوع. أبناء الملكوت هم أبناء القيامة، هم أبناء النور لأنه ملكوت النور، هم أبناء الحق اللي بيسلكوا دايما في الحق، ما يعرفوش يقولوا حاجة تانية غير الحق. أبناء المحبة لأنه ملكوت الله هو ملكوت الحب، فاللي بينحرف عن الحق ده بيبعد عن الملكوت، اللي بينحرف عن المحبة ويتوقف عن المحبة ده كأنه غادر الملكوت، كأنه عطى ظهره للملكوت. احنا أبناء الحق، أبناء القيامة، أبناء المحبة، أبناء النور، ما عندناش شركة للنور مع الظلمة في حياتنا. ربنا يسوع هو صاحب الملكوت، يعني يوصفه الإنجيل يقول لك ملكوته، فهو صاحب الملكوت. الآب صاحب الملكوت، والابن صاحب الملكوت، والروح القدس صاحب الملكوت، الثالوث هو صاحب الملكوت. كل عمل
الثالوث بيشترك كله فيه لأنه جوهر واحد. ف السيد المسيح هو الملك، هو صاحب الملكوت، هو الملك. حتى في شرحه في إنجيل متى في عدد في إصحاح 25 يقول يجلس الملك، بيتكلم على نفسه يعني، ويقول كذا ويقول كذا ويقول كذا، وانتوا عملتوا، كنتوا جوعانا فأطعمتموني، عطشتوا فسقيتموني. فالمسيح هو صاحب الملكوت، هو الملك، وهو اللي جه علشان يدعونا، نزل من السماء وخد جسدنا عشان يدعونا لعرس ملكوته، زي المثل اللي قاله إنه صنع عرس ودعا كثيرين للوليمة دي. ملك غني، ملك سخي، ملك محب، ولكن ملكوته له نظام لازم نلتزم بيه. ده ما احنا هندخل في عضوية ملكوته، نلتزم بالنظام. في شريعة بتاعت الملكوت اللي هي شريعة المحبة، شريعة القداسة، شريعة العدل والبر. في وصايا، وصايا بنلتزم بيها، دي حاجات وصايا الملكوت. في لباس للعرس، دي الملابس الملوكية بتاعت أعضاء الملكوت، دي الملابس الملوكية لازم نلتزم بيها. في حياة قداسة، لأن هو ملك القديسين زي ما قال في سفر الرؤيا، عجيبة هي أعمالك أو عظيمة هي أعمالك يا ملك القديسين. فهو ملك القديسين، مش هنملك معاه إلا كقديسين. وعشان كده يقول القديس بولس الرسول: اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. ملاحظين لئلا يخيب أحد من نعمة الله، يعني محدش يسقط من عضوية الملكوت. ساعات نسمع كده إن حد ما التزمش، كان عضو في مكان معين وما التزمش، فيقولك أسقطوا عضويته. يا ربنا ما يسمحش إن حد فينا تسقط عضويته من الملكوت أبدا. راح يتحالف مع الأعداء ولا إيه؟ ولا بيتصرف بيكسر كل النظام والقوانين بتاعة الملكوت؟ أو مش لابس ثياب العرس هيطرد بره، ده ربنا ما يسمحش. حاجة برضو لاحظتها قبل ما أخلص النقطة دي، إنه في أفعال معينة مرتبطة بكلمة الملكوت في الكتاب المقدس، أفعال كده. مثلا كلمة اقترب، كلمة ورث، كلمة امتلك، كلمة أعطى، كلمة قبل، كلمة طلب، كلمة اغتصب. تعالوا ناخدهم بسرعة. اقترب ملكوت الله يعني يقول لك توبوا لأنه اقترب منكم ملكوت الله، يعني في متناول إيديكم. ملكوت الله مش بعيد عننا، ملكوت الله فينا وقريب جدا جدا مننا. الشيطان يوهم الناس إنه بعيد خالص، بيحسوا مسافة ضخمة بعيدة بينهم وبين ربنا. أبدا، الملكوت اقترب، قريب جدا جدا مننا. حاجة، الكلمة التانية ورث، الميراث. الملكوت ده ميراث الحياة الأبدية، الابن يرث في ميراث أبيه وفي مجد وغنى أبيه. فالملكوت ده بنورثه، ده ميراثنا، ده نصيبنا. احنا مش بندور على ميراث أرضي، ربنا وملكوته هو ميراثنا. كلمة امتلك طبعا يعني الواحد يقتني الله في داخله، يقتني نعمة الله وروح الله في داخله. أيضا أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت، أعطى، فعل أعطى يعني هبة إلهية مجانية. الملكوت ده موهوب لينا وإحنا ما نستاهلش، لكن هو من حبه وسخائه ومراحمه وحنانه بيهب لنا ملكوته. الملكوت يعطى لنا. كلمة قبل دي من ناحيتنا احنا بقى، احنا نقبل ملكوت الله. ربنا بيعطي بس الإنسان لازم ايه؟ يستقبل، لازم يقبل، يقبل بوداع الكلمة المغروسة فيه، زي ما القديس يعقوب بيقول. ربنا بيقدم الملكوت، بيعطي الملكوت في شكل كلمة حية محيية. فاحنا
نقبل الكلمة دي تتغرس في قلوبنا عشان نحيا بيها، هو ده يبقى الملكوت. فالقبول شرط أساسي للتمتع بالملكوت، ده يبقى من ناحيتنا. أيضا طلب الملكوت، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. لازم نطلب كل يوم، نقول ليأتي ملكوتك، ليأتي ملكوتك، ليأتي ملكوتك. طلب ده بيجي من ناحيتنا. وأيضا جت مرة في إنجيل متى ملكوت الله يغصب والغاصبون يختطفونه، اغتصاب الملكوت، يعني عايزة واحد يبذل كل جهده، عايزة واحد يعني مهما كانت المقاومة يعني يدخل في المعركة ويوصل لحد لما يقتني الملكوت، ما يسمحش إن حد يتوهه عن نصيبه في الملكوت ولا ياخده بعيد وينحرف بيه في حاجات ملهاش قيمة، لكن هو عايز الملكوت ولازم هيوصل إنه يغتصب الملكوت وياخده ويتمتع بيه ويقتنيه. في ملكوت الله قريب، وربنا ربنا يسوع مرة قال إن كنت أنا بإصبع الله أخرج الشياطين فقد اقترب منكم ملكوت الله، فقد أقبل عليكم ملكوت الله. في حاجة قالها القديس يوحنا كتير في الإنجيل بتاعه، كلمة الحياة الأبدية هي الكلمة المرادفة للملكوت. يعني في أناجيل متى ومرقس ولوقا نلاقي كلمة الملكوت كتير تتكرر. القديس يوحنا عنده كلمة الملكوت تساوي الحياة الأبدية، فهنلاقيها دايما بصيغة الحياة الأبدية، فالملكوت هو الحياة الأبدية. وهو أيضا ملكوت الفرح والنور، في عبارة جميلة يقولها القديس بولس الرسول في كولوسي 1، يقول إيه؟ يقول شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور. بيوصف الملكوت، شوفوا إزاي إنه شركة ميراث القديسين في النور، ملكوت نور، ملكوت كله قداسة وميراث أبدي لينا. أهلنا، نشكر الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة. بعد ما كان الشيطان متملك علينا، الظلمة كانت متملكة علينا، أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته، ملكوت ابنه المحبوب. فأنقذنا من سلطان الظلمة، من العبودية، ونقلنا للنور وللملكوت بتاع المسيح، ملكوت ابنه، ملكوت المسيح، ملكوت ابنه، ابنه المحبوب، ابن محبته. حاجة لطيفة كمان لما نفتكر في متى 18، لما القديس لما ربنا كلم الكنيسة، وفي متى 17 لما كلم بطرس الرسول نفس المعاني تقريبا، قال له أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات. ياه، يعني ربنا أودع مفاتيح الملكوت بين إيدينا، بين إيدين الكنيسة. ملكوت الله ما بيبقاش بعيد، بقى مفتوح لينا وفي مفاتيح وبقت موجودة، عمل الروح القدس في الكنيسة، السلطان الإلهي الموجود في الكنيسة لغفران الخطايا وللتقديس ولقيادة النفوس، هو ده المفتاح للملكوت. ملكوت الله حاضر في الكنيسة. برضو حاجة أخيرة قبل ما نخلص، ليأتي ملكوتك، ملكوت الله ده ملكوت المتضعين، ملكوت الإنسان اللي ينكر ذاته عشان ربنا يملك. لو هو ذاته مالية المساحة كلها، ربنا هيملك فين؟ مش هيقتحم حياته كده، ما بقاش فيه مكان لربنا. كل ما الإنسان يضع نفسه، يتضع، يتضع، يتملي بالملكوت، وإلا ملوش نصيب في الملكوت. المتكبر ملوش نصيب، للأسف ملوش نصيب. عشان كده نفهم بقى الكلام بتاع السيد المسيح اللي قال إيه، من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد
فلن يدخله. يعني اللي ما يقبلش ملكوت الله بقلب متضع ومستعد يخلي نفسه وينقص عشان ملكوت الله يملاه، ملكوت الله مش هيدخل لحياته، ولا هو هيدخل في شركة الملكوت. هو ما أخلاش ذاته، ملكوت الله يدخل في حياته إزاي؟ وبالتالي هو مش هيقدر يدخل الملكوت، لأن زي ما قلت الملكوت حالة مش مجرد مكان. فمن لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله. فهو ملكوت المتضعين، ملكوت الله ملكوت المتضعين مثل ملكهم المتضع. عشان كده قديس بولس الرسول يقول في آخر رسالة العبرانيين في الإصحاح 12 قبل الآخر بإصحاح، يقول إيه؟ يقول ولذلك ونحن قابلون ملكوتا، قابلين احنا بنقبله، ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع، ليكن عندنا شكر به، نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى، لأن إلهنا نار آكل. بيقول نقبل ونشكر على النعمة دي، نشكر ونخدم الله. نخدم هنا يعني نعبد، هنا الخدمة يعني العبادة. نخدم الله بخشوع، خدمة مرضية بخشوع وتقوى. شوفوا الروح الاتضاع، من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخل. فلما نقوله ليأتي ملكوتك لازم نكون في حالة اتضاع، علشان فعلا ربنا يملأ قلبنا. لكن ما ينفعش نحن نقول ليأتي ملكوتك واحنا مفتخرين بنفسنا، يجي فين إذا كان مفيش مكان ليه؟ إذا ما كانش فيه مكان ليه يجي فين؟ هو كلام بنقوله بس؟ احنا لازم نخلي ذاتنا، لازم نعترف بعجزنا وضعفنا علشان خاطر هو يتمجد ويملأ علينا حياتنا. طبعا الملكوت ينبغي أن يكون له الأولوية، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. وأيضا الملكوت محتاج سهر عليه وجهاد وانتهاز للفرص. ملكوت الله يغصب والغاصبون يختطفونه، يعني دايما كل فرصة قدامي أتملي من روح الله، أتملي من عمل النعمة. هو ده، أنا بشبع بالملكوت وبنمو في الملكوت. أختم بأقوال بسيطة كده من عظة القديس كيرلس الكبير عن ليأتي ملكوتك. هو عامل العظة رقم 73 على إنجيل لوقا، هاخد منها مقتطفات بس. بيقول إيه؟ بيقول القديس كيرلس: من يحبون كلمة الخلاص وينقبون الأسفار الإلهية كمن يبحث عن كنز ويفتشون باهتمام عن الأمور المخفية أو المختفية فيها، فإنهم حتما سيجدون المعرفة المحيية التي تقودهم إلى كل المساعي الفاضلة وتجعلهم كاملين في معرفة تعاليم الحق. كأن الملكوت ده محتاج جهد علشان أفتش وآخد من النور بتاع الكلمة الإلهية، ودي اللي هتخليني ماشي مظبوط في تعليم الحق. وبعدين بيقول إذا كان الله دائم الملوكية وكلي القدرة، هو الملك الدائم وكلي القدرة، فبأي معنى يقدم أولئك الذين يدعون الله أبا ويقولون في توسلاتهم ليأتي ملكوتك؟ معناها إيه؟ يبدو أنهم يريدون أن يروا المسيح مخلص الجميع ناهضا مرة أخرى فوق العالم، مالك على العالم. نفسنا نشوفه كده مالك على العالم. طبعا احنا شايفين إيه؟ غطرسة القوة مالكة، الفلوس مالكة على الناس، الشهوات مستعبدة الناس ومالكة على الناس ومخليهم عبيد ليها، حب السلطة، حب المظاهر، ملك على الناس، حاجات كتيرة ملك على الناس. لكن ولاد ربنا بقى بيتمنوا ايه وبيشتاقوا ايه لإيه وبيشتهوا ايه غير انه الله يملك، وان المسيح مخلص الجميع يبقى فوق كل العالم.
لأنه سيأتي، نعم سيأتي وينزل كديان، ولكن ليس بعد في هيئة متواضعة مثلنا، مش زي المرة الأولانية لما خد جسد متواضع زينا، ولا في وضاعة الطبيعة البشرية، يعني في الوضع الغلبان المتدني بتاع الطبيعة البشرية زي ما حصل في المجيء الأول، ولكن في مجد كما يليق بالله. وإحنا بنقول يأتي ملكوتك، فإحنا مشتاقين لمجيء المسيح الثاني المخوف المملوء مجدا. وبعد كده يقول في نهاية هذا العالم سينزل من السماء، ولكن لا لكي يعلم فيما بعد الذين على الأرض، مش جاي بقى يعلم زي المجيء الأول كما قيل في القديم، ولا لكي يريهم طريق الخلاص، إذ أن الأوان هذا قد مضى وفات، خلاص مش هينزل تاني يعلم ولا يوري طريق الخلاص، ولا ولكنه سينزل ليدين العالم. والحكيم بولس أيضا يشهد لما أقول معلنا هذا، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح، المسيح والملك، لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شر. بعد كده يقول الذين يسلكون حياة شهوانية ومنحلة ومرتكبين لكل رذيلة، فلا يناسبه بالمرة أن يقول في صلواتهم ليأتي ملكوتك، بل دعهم بالحري يعرفون أنهم بقولهم هذا إنما يدفعون الله لقصاصهم. يعني لو هو عايش حياة وحشة لما يقولوا ليأتي ملكوتك، يعني بيقولوا تعالى دني، تعالى أحكم عليا بقى، تعالى يعني انهي عليا في الهلاك، لأنه إذا كنت مش عايش حياة مقدسة فمجيء المسيح بالنسبة لي هيبقى صعب جدا للدينونة. طيب في المقابل بقى القديسين، القديسون يطلبون سرعة مجيء الملك الكامل المخلص، القديسون يطلبون سرعة مجيء الملك الكامل للمخلص، يجي بقى يملك ملك كامل، قد صارت الأرض كلها للرب ولمسيحه. يطلبون سرعة مجيء الملك الكامل للمخلص لأنهم جاهدوا كما ينبغي وصاروا أنقياء السريرة، يعني من جوه، وهم يتوقعون المجازاة عما سبق أن فعلوا، فمستنين بقى يجي ويكافئهم. لقد كانوا وكلاء حكماء غيورين أقامهم الرب على أهل بيته ليقدموا لهم الطعام في حينه، وقد وزعوا حسنا وبحكمة على العبيد رفقائهم مما قد نالوهم أنفسهم. دي هتيجي في الإصحاح الـ12 نشرحها بالتفصيل. بياخدوا من نعم ربنا بيوزعوا على إخواتهم وحبايبهم وعلى كل الناس اللي مسؤولين منهم. وزعوا حسنا وبحكمة على العبيد رفقائهم مما قد نالوهم أنفسهم واغتنوا به، وعندما أخذوا منه الوزن لم يطمروها في الأرض. خدوا الوزن من ربنا والمسؤولية ما دفنوهاش، لكن بيتاجروا بيها، بل على العكس تاجروا بها وربحوا كثيرا. بعد كده يختم القديس كيرلس الكبير ويقول لأنهم كانوا ينظرون إلى الرجاء الذي لهم في المسيح، فلم يكونوا يجهلون أنهم إن كانوا يتألمون من أجله فإنهم سيملكون معه. دي لنا الآية اللي أنا ذكرتها في الأول اللي في تيموساوس الثانية 2:12، إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضا معه، وإن كنا نصبر فسنملك أيضا معه. هنا القديس كيرلس بيوضح أن هي الصبر على الآلام، يعني فبيقول اللي بيتألموا من أجله هيملكوا معاه. فإنهم تيقنوا، دول القديسين الحلوين اللي بيجاهدوا اللي هم إحنا، فهم تيقنوا أنه في زمن القيامة سيتغير شكل جسد تواضعهم ليكون على صورة جسده الممجد. دي واخدها طبعا من فيليبي 3:21، آخر آية في الإصحاح الثالث في فيليبي. فهم بنبقى مستنين بقى عشان يتغير جسدنا المتواضع ده إلى جسد شكل جسده الممجد، ليكون على صورة جسده الممجد. إنهم آمنوا تماما بما قاله الرب عن نهاية العالم، إنه عندما يظهر لهم ثانية من السماء سيضيئون كالشمس في ملكوت أبيهم. إذن
فيسوغ لهم بحق، يعني يبقى سهل ليهم بحق أن يقولوا في صلواتهم ليأتي ملكوتك، لأنهم عارفين إنه لما هيجي هيبقى هما يتمجدوا معاه، لأنهم يشعرون بالثقة أنهم سينالون مجازات شجاعة إيمانهم، وسيبلغون غاية الرجاء الموضوع أمامهم. ليته يكون لنا نحن أيضا نصيب معهم، وأن نحسب أهلا لهذا الميراث العظيم في المسيح. فهو ده اللي احنا مدعوين ليه، وهو ده اللي احنا بنلتمسه وبنطلبه من ربنا باستمرار، ونقول له ليأتي ملكوتك، ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين. يا ربنا الحبيب يسوع، نشكرك لأنك قدمت لنا بسعة دخول إلى ملكوتك. نشكرك يا رب لأنك دعيتنا دعوة مقدسة، وقلت لنا يا رب ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم. حتى الثمر يا رب أنت اللي شغال فينا لكي نثمر. روحك يا ربي هو العامل وهو اللي بيجيب الثمر. نشكرك يا رب لأنك بتشتغل فينا إحنا الضعفاء، لأنك بتقودنا في طريق الملكوت، لأنك بتمتعنا وبتدوقنا محبتك، وبتدوقنا حضورك، بتدوقنا نعمتك. املأ قلوبنا يا ربي بالسلام والفرح، ودينا ان احنا نتمتع بملكوتك كل يوم. بارك شعبك وكنيستك في كل مكان، ثبتنا فيك يا رب. بركة أمنا الست العذراء، بركة كاروزنا مريم مرقص، كل مصاف قديسيك، اقبلنا واستجبنا عندما ننادي الآب قائلين بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. سلام الرب يكون معكم.